اخر حاجة حصلت امبارح ان انا كنت بجري عشان الحق بيتي، وبجد حلقة النهاردة هتنصدموا جدا من الكلام اللي انتوا هتسمعوه. انا دخلت وشفت بيتي بجد بجد حاجة جدا جدا غريبة، وكمان تخيلت ان في حد كان ماشي تحت البيت وانا كنت بجري. قعدت افكر اجري وراه ولا اطلع بيت الحقه. الموضوع بصراحة كان جدا جدا صعب، والقرار اللي انا خدته هتشوفه في مقطع النهاردة. لازم تركزوا في مقطع النهاردة وتتابعوا المقطع للنهاية. انا مش عايز اطلب منكم لايكات ولا حتى كومنتات، انا عايزكم بس تقفوا جنبي، وانتوا عارفين اللي اول ما بقول كده انتوا عارفين هتعملوا ايه بالظبط. احبكم جدا، يلا بينا ندخل على المقطع بسرعه. صح، ايه ده؟ ايه المنظر اللي انا شايفه قدامي ده؟ اقسم بالله يا ابطال، ايه المنظر حرفين اللي انا شايفه قدامي ده؟ والله مستحيل. لحظه، الشنطه، ايه ده؟ بص شوف، لا، اقسم بالله اللي انا شايفه قدامي ده، هو ايه ده؟ الاغنيه شغاله. ايه العبط ده؟ والله العظيم حرفين، ايه العبط ده؟ ده مشغل اغنية يا غبي، دي الاغنية دي عليك يا اهبل. شوفوا حرفين، بصوا مشغل ديستريك طلع من فوق الاغنية بتاعت صغير نونو، وهو بص وعامل، انا مش فاهم يعني هو عبيط ولا اهبل. والله العظيم شوفوا كل حاجة حرفين خربانة وبايظة، انا مش فاهم. المفروض ان يعني الحاجات دي كلها الدروع، بصوا الدروع المفروض كل الدروع مكانها هنا، مكانها هنا، وانتوا دايما بتشوفوا المقاطع بتاعتي دايما بحط الدروع هنا. لا، انا لازم اقفل. لا، واقف الاغنية دي كده، واقف الاغنيه ده كده، عبط ده، اسمه عبط والله العظيم، والله العظيم ده اسمه عبط فعلا. يعني ايه اللي انا شايفه ده؟ لا، مش فاهم حاجه، انا مش فاهم اي حاجه اقسم بالله. هو ايه اللي انا شايفه ده؟ والله يا جماعه انا مش فاهم ايه ده. هو فعلا الكلام بجد، انا قلت هاجي هيكون في مقلب، اخويا يمكن يكون هو اللي عامل فيها مقلب ولا في حاجه بتحصل، ولكن حرفيا زي ما انتوا شفتوا انا دخلت الاوضه على طول لقيت المنظر اللي قدامي ده. هقول لكم المره مليار كمان، حرفيا شوفوا يعني ايه اجي الاقي التيشيرتات بتاعتي مرميه وبايظه كده، ويعني ايه ده؟ لحظه، هو ايه ده بجد؟ انا مش عارف ايه ده فعلا. هو ده دي رساله تحت الدرع؟ ده بجد ده ولا ايه؟ فعلا اقسم بالله، والله دي فعلا. لا، احنا محتاجين نقعد كده نحاول ان احنا نقراها سوا. لا، محتاجين نقعد كده، انا مش عارف والله العظيم. الدنيا هنا كركبه، التيشيرتات كلها موجوده يعني محطوطه كلها فوق بعضها ومترميه، ولكن زي ما انتم شايفين انا دخلت الاوضه مشغل اغنيه صغير نونو. اقسم بالله يا هبل، انا مش عارف اقول لك ايه، ولكن حرفيا يعني صغير نونو انا عاملها عليك انت، انا بشتمك فيها. ده ديستراك، انت حتى مش فاهم معنى الديستراك ايه. والله العظيم يعني بجد يعني والله عبط، اقسم بالله عبيط يا جدعان. والله العظيم الموضوع ده بيخليني اعمل عليه اغنيه تاني اقوى لما انا قلت حرفيا من شويه. اقسم بالله يعني والله العظيم اللي عامل عليك اغنيه، يعني هعمل بجد مش هسكت. عامه زي ما انتم شايفين دي رساله، تمام؟ من واضح ان ده ظرف، يعني مش عارف هو في ايه بصراحه، ولكن الظرف زي ما انتم شايفين في هنا ورقه. خلينا دلوقتي هنشوف ايه الورقه دي. رساله ثانيه. يوه على الارض، يوه انا تعبت والله العظيم، تعبت نفسيا من الموضوع ده، اقسم بالله تعبت. ماشي، خلينا دلوقتي حالا اقراها لكم، تمام؟ بصوتي، تمام؟ هقراها لكم بصوتي. بيقول: اهلا يا بلال، عارف انك كان نفسك تشوفني وكل حاجه. ايوه فعلا، انا فعلا كان نفسي اشوفك، عشان اقسم بالله لو شفتك هديك علقه موت عادي يعني، تمام؟ انا اللي قدمت لك القهوه. ايه؟ انا اللي قدمت لك القهوه يا بلال؟ اتصدمت صح؟ لا ما اتصدمتش، بس انت بتكذب، انت بتكذب، عشان مش انت اللي قدمت لي القهوه. مش عارف هو عنده، طيب ممكن يعني انت عندك اخ شبيه؟ طيب مش عارف هو واحد يعني مثلا توأمك؟ لا مش انت يا عم، لا اكيد مش هو يا جدعان، مش هو يا جدعان. يا ريتني بجد كنت صورت وهو بيديني القهوه. انا كنت حاطط الكاميرا كده بعيد شويه، بس قفلتها قبل ما هو يجيب لي القهوه اصلا. الكاميرا ما كانتش مستحمله الشحن بتاع الكاميرا، مش يعني مش قد كده، تمام؟ انا ما كنتش شاحن الكاميرا فول يعني 100%، ما كنتش شاحنها للاخر. ماشي، وبيقول لي: وازاي حصل كده؟ هو فعلا ما اعرفش ازاي حصل كده يعني، ما اقدرش اقول لك بصراحه. وعلى الناحيه الثانيه: رجالتي كانت بتبوظ بيتك، واخوك محبوس فوق. اخويا محبوس فوق الدور؟ اخويا محبوس ازاي؟ وما عرفش يعمل حاجه، ولا انت عرفت تلحق بيتك؟ اعتبر ان دي البدايه يا بلال، تحياتي. لا، انا اقول لك على حاجه، انا دلوقتي لحقتها، انا لحقت بيتي عادي، مفيش اي حاجه، انا قلت تمام سليمه. فايه يعني لما انت تحط لي دي هنا وترمي ده هنا، يعني عملت انت ايه كده؟ وبتشغل لي اغنيه صغير نونو؟ ده اللي انت تقدر عليه؟ والله العظيم اقسم بالله اجيب ريموت
والله جيب الريموت دلوقتي حالا. تمام اهو، وهشغل انا اغنيه وعلي. والله العظيم اشغل اغنيه وعلي، اقسم بالله. والله وانا قاعد على الارض، والله ده انا كنت خايف والله العظيم على الكرسي. انا كنت خايف، معلش بس انا عارف اتكلم. تمام، انا حرفيا كنت خايف جدا على الكرسي لحسن يعمل فيه حاجه اللي هو ممكن يقلبه او ممكن يعمل يكسره الكرسي. يا جدعان يعني والله العظيم ده غالي جدا، من يعني بحبه قوي كرسي الجيمنج. انا الناس تعرف عني دايما بطلع فيه بالسوء مباشره. تمام، اذا في هنا حد بعت رساله، انا ما اعرفش ايه الرساله دي. مش مهمه يا جدعان، مش مهمه رساله، ما علينا، مش مهمه يعني، ما علينا. تمام، ولكن حرفيا انا من بعد ما جيت الكافيه انا جريت جري صاروخ عشان اشوف اللي حصل. وادي زي ما انتم شايفين انا قاعد اهو قدام تيشيرتاتي وحاجاتي ومحتاجاتي، وزي ما انتم شايفين كل حاجه والدروع. يعني انا قاعد على الارض عشان الناس تكون فاهمه، انا قاعد دلوقتي حالا على الارض فعلا، والمكان اللي فوق اهو ما فيهوش اي حاجه. يعني ايوه الحاجات دي بتاعتي، والدروع دي فعلا بتاعتي، ودخلت الاوضه لقيته مشغل صغير نومه زي الهبل. الاغنيه دي بتاعتي انا بشتمك فيها عبيط. يعني انا مش عارف والله، وايه الرساله دي؟ يعني ايه دي البدايه؟ يعني ايه دي البدايه؟ مش فاهم يعني انت عايز تعمل ايه تاني اصلا. ولكن هو ممكن بيستغلني عشان لوحدي ومفيش حد معايا في ارض الواقع، يعني فاهمني. ولكن الموضوع بجد يمكن يبقى كبير قوي الفتره الجايه. انا مش عارف فعلا ايه اللي ممكن يحصل الفتره الجايه. شوفوا موضوع ان اخويا كان محبوس، انا كلمت اخويا تمام، ولكن يعني هو بيقول لي انا حاولت اعمل اي حاجه، حاولت اتصل باي حد ان هو ينجدني. اخويا كان بيكلمني واتساب ولكن ما قاليش كده بالمعنى الحرفي، مش عارف يعني. هو قال لي اللي هو بلال تعالى بسرعه وشوف ايه اللي بيحصل. بعدها جيت ما لقيتش اي حاجه، وزي ما انتم شايفين جيت يعني لقيت يعني ما لقيتش الشخص تمام او الناس اللي عملت كده، ولكن لقيت حرفيا الاوضه بس هي اللي معموله كده تمام، وبايظه كده وفيها حاجات غريبه، واللي مشغل صغير نونو وعبط. والله العظيم يعني مش فاهم، انا مش فاهمه ومش عارف اعمل معاه ايه. ولكن عامه الكاميرات المراقبه اللي انا كنت حاططها عندي في الاوضه، انا هرجع كل حاجه وهشوف حرفيا كل حاجه، وهتاكد انا من اللي حصل ده، وهعرف وشوش الناس دي يعني هعرف. بس عايز اقول لكم على حاجه مهمه، ان هو يحبس اخويا حرفيا في اوضته، دي حاجه مش هسكت عليها ابدا، وانا هاخد حقي بدراعي ده. ايوه انا مش هسيبك حرفيا عشان انك تعمل حاجه زي كده. اخويا يعني انا تمام، انتوا اكيد كلكم عارفين اخويا هو اللي بيعمل معايا الاغاني، اخويا هو اللي بيعمل معايا يعني اخويا هو اللي موزع الاغنيه بتاعت صغير نونو، وهيوزع الاغنيه اللي انا هجلدك فيها الفتره الجايه بردك يا سونسون. حرفيا انا مش عايز اقول من دلوقتي ان هيكون في اغنيه اسطوريه جدا، اغنيه قويه قوي، اقوى من صغير نونو بمليار مره، مليار، انت متخيل؟ ولكن مش عايز اعلن عن كده دلوقتي، انا فعلا مكفيني اصلا. عايز اقول لك يا سونسون، لو انت راجل قابلني، انت كل شويه بتتخفى بناس، يعني ايه انت اللي تديني القهوه؟ انا مش مصدق الموضوع ده بصراحه. يعني ايه فعلا انت تديني القهوه؟ انا مش فاهم لحد دلوقتي انت تديني القهوه ازاي. انا متاكد مليون الميه ان مش انت، ولكن يعني واحد بيديني القهوه مش هركز في تفاصيل وشه، مش هركز ان هو يكون الشخص ده فعلا. لا لا لا، حاسس ان الموضوع ده وراء ان وراء حاجه جدا جدا مرعبه وغريبه فعلا. اللي انا عايز افهمه، هو انت عندك مليون شخصيه؟ انا مش فاهم والله دي، انت عندك مليون شخصيه ده بيروح يعمل كده؟ انت مستنسخ طيب؟ مش فاهم يعني، انت بتروح تعمل كده وبعديها تيجي لي تديني القهوه بعديها؟ يا عم ده عبط يا عم، دماغي عشان الموضوع ده عبط. انت بتخليني افكر في حاجات مجنونه. يعني انا عندي مثلا مليون اي بي جيمنج، يعني قاعد اي بي جيمنج هنا، وقاعد اي بي جيمنج هناك، وقاعد اي بي جيمنج في ما اعرفش فين. ايه يا عم دماغي، اقسم بالله دماغي والله العظيم. اللي انت بتعمله ده غريب قوي وموضوع اهبل قوي على فكره. الفتره الاخيره انت بقيت بتظهر لي بكذا شخصيه، وانا ما بقتش فاهم حاجه، ما بقتش عارف هو انت الشخصيه دي ولا دي ناس تبعك ولا انا. لحد دلوقتي قاعد بفكر الشخص اللي اداني القهوه دي انا ليه ما صورتوش؟ عمري ابدا ما يجي في بالي ان الشخص ده حرفيا هيكون انت، والله العظيم عمري ابدا ما يجي في بالي اللي هيكون انت الشخص ده اللي بتديه القهوه. ما ركزتش عادي يعني، قال لي عايز ايه؟ قلت له عايز قهوه بس، يعني عادي جدا مش عايز اي حاجه. يعني انا صورت لكم القهوه اللي جات لي وكان معاها رساله تمام، انا ما خدتش بالي، مش مركز ان فعلا يكون هو ده، يعني عادي. يعني واحد بيقول لي عايز ايه؟ قلت له عايز كذا، خلص الموضوع. طبعا عايز اقول لكم ان حرفيا سيرفر الديسكورد انتوا بقى عملتوا فيه قلق جامد جدا،
انا تابعت الموضوع من خلال ناس تبعي موجوده في سيرفر ديسكورد وبتكلمني وبتواصل معاه من يعني هم جوه وبينقلوا لي الاخبار. وعايز اشكركم بجد بجد على اللي انتوا عملتوه. سيرفر ديسكورد هيبقى تحت في اول الوصف. ايوه بالظبط كده، يعني عايزكم تدخلوا تكسروا الدنيا، تولعوها، تفجروها، عشان اللي جاي هيكون حرفيا مجاش. سلسله اتحاد كل ما ده بتكبر اكتر واكتر واكبر واكبر، يعني بطريقه مهوله حرفيا. والموضوع ممكن ما يبقاش على سونسون بس، لا الموضوع ممكن يبقى على ناس تانية كتير. الله اعلم الايام اللي جايه فيها ايه، وهل سونسون ممكن يرمي على حد تاني يقول لك والله مش انا ده واحد تاني. انا مش فاهم اي حاجه، انا لحد دلوقتي مش عارف. كل مره الموضوع بيروح في اتجاهات تانية واتجاهات اصعب من الاولى. هل فعلا زي ما سونسون بيتكلم بجد بيقول ان دي البدايه، ولا حرفيا دي هتكون النهايه ومفيش اي حاجه تانية هتحصل؟ قبل بس ما انهي المقطع بتاع النهارده، انا عايز اقول لكم ان حرفيا حصل حاجه غريبه وانا كنت بجري. انا انتوا اخر حاجه شفتوها في المقطع اللي انا كنت بجري تمام، ولكن انا نسيت احكي لكم حاجه. انا وانا كنت بجري وداخل على بيتي لمحت ان حد بيجري من قدام بيتي. اعتقد ان هو خلص الموضوع ده وشغل اغنيه وبوظ الاوضه عندي وعمل الكركبه اللي انتوا شفتوها، فمتاكد يعني انا برضك ما ركزتش في وشه. انا بالليل بيبقى نظري للاسف ضعيف، الناس اللي عارفاني انا بلبس نظاره كتير، يعني هي موجوده قدامي اهي. ف ايوه فعلا فعلا نظري ضعيف بالليل، فبس انا خدت بالي فعلا ان في حد كان بيجري من قصاد بيتي. الموضوع غريب قوي، يبان انه غريب، لكن حقيقة ما اعرفش الايام الجايه هكون فيها ايه. انا اصلا يا دوبك كنت بجري على اساس ان انا عايز الحق بيتي، ولكن فكرت ان انا اجري الحقه تمام، ولكن الموضوع كان جدا جدا صعب. كان بيجري سريع قوي، واضح ان سونسون كان بيختار الناس يعني السرعه، ما اعرفش بيعمل لهم تدريب ولا بيعمل لهم ايه ده العبط ده، ولكن فعلا فعلا كان سريع. انا ما خدتش بالي، وانا اصلا كان في بالي ان انا قرات الرساله وهو بيكتب لي اجري بسرعه، فلازم اروح واجري بسرعه، ما ينفعش اضيع اي وقت خالص من ايدي. حرفيا لو كنت لحقته والله العظيم ما كنت هسيبه، فعلا كنت هموته والله العظيم لو وقع في ايدي فعلا. لكن انا مش عايز اقول كده يعني عشان يعني كلام غلط، بس بصراحة أنا آسف. مش عارف أقول لكم إيه، يعني بجد بجد عايز أشكركم الجزئية دي لو أنت وصلت لها في المقطع. عايز أحب، أنا بحبكم والله، والله العظيم بحبكم، وشكرا جدا ليكم للأبطال اللي دايما ورايا ودايما في ظهري، والكومنتات بشوفها كلها وبعمل لها قلوب، واللايكات اللي أنا قاعد بشوفها أنا مش مصدق اللي بيحصل ده. حرفيا الناس معايا بطريقة قوية جدا، يعني بموت فيكم والله العظيم. دايما كده يعني نبقى جيش جامد اسطوري، جيش الابطال. وطبعا عملت حساب جديد اسمه ايبي جيمنج 707 بيتا. ليه بلال بتقول كده؟ عشان انا مش هوقف عشان خاطر حسابي، انا مش هوقف شغل علشان خاطر حسابي تمام. هنعمل مقاطع كل يومين على قناه ايبي فيلم، بنعمل افلام جدا جدا جميله بطريقه شيك حلوه، يا رب تعجبكم. مش عارف خلاص، انا تعبت، انا هضطر ان انا اوقف الفيديو دلوقتي يا جدعان، معلش انا مصدع قوي 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 جدا بصراحه. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله اوه.